سعيف عبد العزيز، مواليد الدار البيضاء، الاصل من الريف، الموقف مدينه بيزيه. 100% وتقليد على عمقي انا بانني حلال، باسكو شي حاجه ما نقدروش نلعبوا مع سيدي ربي، باسكو الفلوس كيدوزوا الدنيا كدوز، ديك الساعه من بعد كاين عقاب صعيب مع سيدي ربي، هذا هو اللي كاين. كنوجه تحياتي للمغاربه كاملين، الجزائريين، التوانسه، الجميع اللي كيعرفني واللي ما كيعرفنيش كنسلم عليهم بزاف. وكان نوجه الشكر الكبير للاخ ديالي والاب ديالي الحاج مسعيف والزوجه ديالو الحاجه حمامه، الله يطول لهم ربي في العمر، هما اللي مشجعيني دائما على هذا الشيء. وفوالا من ناحيه اللحم، الحمد لله من هذه الناحيه عندي لا كونسيونس ديالي 100% مهني، منها ملي كنعس في الفراش مهني 1000%، باسكو كان انسان باغي يجيب فلوس يقدر يجيبهم بحاجه اخرى بينه وبين مولاه، اما العبد نو، هذا هو اللي كاين. اما من ناحيه ديال موفرين جميع الامور للناس الجاليه، موفرين لهم التوابل، موفرين لهم المشروبات ديال البلاد، من اللي كتجي من المغرب، كتجي من الجزائر، كتجي من تونس، كتجي من لبنان، كتجي من تركيا، يعني عايشين بحال عايشين في بلاد واحد، ما عندناش هذا عنده جنسيه او لا من دوله اخرى، كاين باسبور واحد مكتوب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا اللي كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنشكر الناس اللي داروا لي كومونتير بالبيان ولا با بيان، حتى هذوك اللي با بيان معليش، كله امورو، كله مرادو، كله النيه ديالو، مسامح كريم كيف كنقولوا، الله يسامحك الانسان. كنوجه تحياتي الكبيره 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 لجميع المغاربه اللي في المغرب واللي خارج المغرب، وكنوجه التحيه والشكر الخير الكبير الا خير الله سبحانه وتعالى، الخير الكبير لساماجيستي الله يطول ليه ربي في العمر والله ينصره والله يخليه لينا، باسكو كنعتزوا به بزاف وربي يحفظه ويستره. هذا الشيء اللي كنطلب واللي كنطلب من عند سيدي ربي، ربي يخليه لينا. وحنا خدامين هنا في بوشري حلال، عندنا اللحام وعندنا الاقامه بحال المغرب، كنشكركم بزاف، وكاين استقبال ديال الناس الحمد لله، كل شيء حلال عندنا. وتحية للناس طنجة، وتحية للناس بنيمة كذا، وشكرا بزاف لشوف تي في. كنشكر شوف تي في على هذه الصدفة. احنا خدامين هنا في هذه مجازة مغربية، كتبيع اللحام، كتبيع جميع الأنواع تاع كل شيء، هالمناضة، الزيت، هذا واللحم.